وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. كاملين مع حضراتكم خاطرة الفجر، يعني كل يوم بنقيم الليل في طلب العلم، ودي النيتين اللي أنا دايما بفكر حضراتكم بيهم. احنا دلوقتي في مجلس علمي بنقيم الليل، نحيي جزء من الليل في طلب العلم الشريف، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا. مشايخنا بتقول إن ليلة القدر النهاردة، وربنا سبحانه وتعالى ساعات بيفتح على بعض الناس كده ويديهم إشارات بيسموها الوارد الرباني، تحس معنى كده اترمى في القلب انت مصدقه قوي من ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنتبرك وبنستبشر بكلام مشايخنا، ويا رب لو كانت ليلة القدر فعلا واحنا بين ايديك النهارده ان تكتب لنا عندك اشرف الاقدار واعظم الاقدار. عايز اقول معنى سريع كده قبل ما اجاوب على بعض الاسئله. المعنى ده مرتبط باطمئنان الانسان لربنا. دايما الواحد يسال نفسه، انا ربنا عايزني ولا لا؟ ربنا يريد هذا الإنسان من عباده وخواصه وأهله ولا لأ؟ أنا دايماً بستغرب من كلمة أهله. ربنا سمانا كده، قال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. شوف أنت لما ربنا يسمح لك أن تكون من أهل القرآن في الشهر ده، ويأذن ليك أنك تصلي وتسمع القرآن، ويأذن ليك أن يكون ليك مصحف بتاعك تفتحه كل يوم أياً كان قريت قد إيه، عشان يصطفيك من أهله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعمة الاصطفاء دي نعمة كبيرة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من خواصه ويختار لنا طريقه. فاكر لما ربنا أقسم وقال والليل إذا يغشى؟ لما ربنا يحلف بحاجة يبقى جواب القسم، الكلام اللي جاي بعد القسم حاجة كبيرة قوي. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الناس أفكارها وأهدافها ومزاجها كل واحد في حتة، إن سعيكم لشتى. فكون إن ربنا يخلي سعينا في سبيله وفي طريقه، لو دوقنا ده في شهر رمضان ده اسمه الاصطفاء. الاصطفاء إن ربنا سبحانه وتعالى يشيلني من مكانه، يحط من مكاني، يحطني في طريقه، اهدنا الصراط المستقيم. لو دقت الاصطفاء احترمه بعد رمضان، عظم هذا الاصطفاء، عظم ان ربنا قال لك وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، عظم ان ربنا قال لك اني اصطفيتك على الناس، زي ما قال سيدنا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. انت كمان وان كان كلام ربنا لسيدنا موسى الله، سيدنا موسى كليم الرحمن، احنا ربنا اصطفانا بكلامه بالقران، اصطفانا على الناس برسالاته، خاتم الرسالات الاسلام والقران. عشان كده تعالوا نعظم نعمه الاصطفاء دي، وما نديش ظهرنا ابدا لطريق ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما نغلط نرجع، وربنا قال على اللي بيغلط بيرجع، ده من المتقين، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. دول المتقين، والكاظمين الغيظ متقين، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بس اللي جايه تستغرب منها، والذين إذا فعلوا فاحشة، دول متقين، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. بسم الله بسم الله، عظم نعمة إن ربنا دوقك جمال طريقه وجمال معيته، وحافظ على قلبك بعد رمضان، لأن عكس الاصطفاء الاستبدال، معنى مخيف. ربنا ذكره في آخر آية في سورة محمد، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعمة الاصطفاء نعمة كبيرة، والاستبدال شيء مخيف. فبسم الله الرحمن الرحيم، مع آخر ليلة في رمضان يلا نسمي الله ونقدس هذا الاصطفاء وهذه المعية، ونرجع لربنا كل ما نغلط بعد كده. ليه لما بقرأ القرآن بحس سورة البقرة؟ ليه لما بقرأ سورة البقرة بحس بأن أنا بنعاس ودوخة وتثاؤب شديد؟ هل ده ذنب؟ لا، مش أي حاجة خالص، كمل. الإنسان ممكن لما يقرأ قرآن يحس بنعاس وتثاؤب،
إما لأن ده طبيعته، لما يركز في حاجة بيعنيه في كتاب أو في قرآن يقعد يتاوب كتير أو ينعس، وإما ده بيكون من الأنوار والمعاني الشريفة اللي ساعات ممكن تنزل على قلب العبد فتديله أمان، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فأنت ممكن من المعاني حتى لو أنت مش حاسس بيها، بس جسمك حاسس بيها، قلبك حاسس بيها، حتى لو عقلك مش متأملها، جسمك ده عبد. لما تيجي تقرأ القرآن الجسم بيبقى شاكر ومبسوط، ذرات جسمك بتبقى عارفة ربنا، ده عبد لربنا. فممكن الإنسان يقرأ قرآن فيغشاه النعاس أمان لهذا الجسد من ربنا. تفكرش بقى إن في شيطان وإنك أنت لابسك جن، فلما تيجي تقرأ قرآن بيقوم منيمك. بلاش المعاني دي، خلينا مع المعاني اللي العلماء قالوها. فكملي قراءة وما فيش أي حاجة خالص. الله، قربت أختم حفظ القرآن وتوقفت لظروف ومش قادر أرجع تاني، أعمل إيه؟ اسمع كتير. واحد بيحفظ قرآن مثلا واقف عند الجزء 20 بعدين يتشغل في شغله، اسمع كتير اللي انت حفظته بحيث تبقى ايه مخزونك اللي انت حافظه بتراجعه. اقعد اسمعه طول ما انت ماشي في عربيتك ولا في ام بي 3 كده، وطول ما انت ماشي في المواصلات، بحيث ان انت تبقى دايما بتراجع القديم. واول ما ربنا يديك فرصة تبدأ تحفظ تاني احفظ، بس مش بنفس الكم. وانت فاضي زمان كنت بتحفظ ربع في اليوم، ربع في الاسبوع، احفظ ايتين كل يوم، بس اهم حاجة تراجع اللي فات عشان يفضل مخزونك قوي ومتين. الله، لو انا رحت المسجد بقى على صلاة العصر بالظبط وخلاص هيصلوا العصر وانا لسه ما صليتش الظهر، اعمل ايه؟ اصلي العصر عادي جماعة وبعد كده اصلي الظهر، ولا كده ابقى لخبطت في الصلاة؟ لو عندك مساحة تصلي الظهر صليه الاول، ولو ما عندكش مساحة تصلي الظهر، انا مش عايز دي مش فتوى، ده حكم يعني. انتم متعودين ان انا مش بقول فتاوى، وده مش مكاني وده مش حجمي، والفتاوى مكانها دار الافتاء. بس عشان قبل ما اقول اجابة السؤال ده، فلو لقيت وقت تصلي الظهر الاول صلي، وبعدين صلي العصر معاه يبقى احسن يا طبعا يعني بكتير. انا بس متعود ان انا لما يتبعت لي سؤال فقهي حتى لو عارف اجابته اقف عند حدودي، لان مشايخنا علمونا لا نتجرأ على الفتوى حتى لو عارفين الاجابة، بالذات لما اكون في حاجة فيها على العلن كده قدام الناس. ولازم نتعود يا شباب ويا بنات يا اللي بتسمعوني ان الفتوى ليها مكانها، اي حد ممكن يفتي في الدين، وغالبا اللي بيفتي في الدين هو مش عارف، غالبا بيحرم. سفيان بن عيينة يقول الكلام ده، الدين هو الرخصة من الثقة، فإن التشديد يحسنه كل أحد. فأنا دايما بحب أقف كده علشان أنا حابب أنشر الفكرة دي، مهما اتعلمت الفتوى ليها مكانها. والله أعلم. الله، أنا من ذوي الإعاقة ما بعرفش أروح الجامع، هل صلاتي وقيامي في البيت مقبولة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انت مش مقبولة، ده انت شكلك سابقنا كلنا. ربنا يتقبل منك يا سيدي ويجعل، ومش هنسميها إعاقة بقى، هنقول انا من ذوي القدرات الخاصة، لان ربنا سبحانه وتعالى لو خد منك حاجة هيبقى مديك حاجات كتير مكانها، لانه شكور وبيعوض صاحب العوض الجميل سبحانه وتعالى. فربنا يتقبل منك، صلي في بيتك. وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا اذكر اسمه، كان كفيفا وكان بيصلي في البيت، وقال لسيدنا النبي تعالى صلي في بيتي، وراح سيدنا النبي صلى في بيته علشان الكفيف يصلي في المكان ده. ربنا يتقبل منك، انت على سنة الصحابة. الله، لما بصلي كتير بفكر، لما بصلي بفكر كتير في مشاكلي وديوني هتتحل ازاي، ونفسي يبقى عندي خشوع. انت خاشع، انت اصلا خاشع. لما تغلبك همومك ومشاكلك وتبقى بتفكر فيها وانت على باب ربك، ده منزلة من منازل الخشوع كما سماها الإمام البخاري، وقال باب الرجل يفكر الشيء في الصلاة. وجاب سيدنا عمر وهو بيقول وراجع حلقة حائر عن الخشوع في الصلاة، قال سيدنا عمر إني لا أجهز الجيش وأنا في الصلاة. أمير المؤمنين قائد الدولة عنده حرب بعد ساعتين ثلاثة، الله أكبر، باله مشغول بمصلحة الناس، مين هيقود الجيش؟ مش قادر يطرد الفكرة دي، فيجي في باله كده مين اللي هيبقى قائد الجيش غصب عنه. ده سيدنا عمر يعني أخشع الخاشعين من أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لو غلباك أفكارك عن ديونك ومشاكلك، هذه منزلة من مرتبة من مراتب الخشوع وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. سيبكم تروحوا لحسن الساعة 3:10. أنا آسف جدا إن أنا يعني اتأخرت شوية عليكم، كان عندي ضيوف النهاردة في البيت، فآسف إن اتأخرت عليكم. ربنا يتقبل منكم ويحميكم ويحفظكم ويديم عليكم نعمة قيام الليل وطلب العلم،
وما يحرمناش ابدا من رمضان، وان شاء الله باذن الله باذن الله هقول لكم على الجدول اللي هنتقابل فيه لو ربنا ادانا الاذن في خاطره، ما اعرفش بقى نسميها الفجر ولا ايه عشان تبقى مناسبه لوقت حضراتكم، لكني انا استمتعت. وان شاء الله بكره، بكره في خطيره فجر ان شاء الله، بكره تبقى اخر واحده ان شاء الله، بس انا استمتعت جدا جدا جدا، وبشكر كل واحد من اصحابي ومن فريقي شجعني على خطيره الفجر، استمتعت جدا وتعلمت كتير وقريت، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله اشوفكم بكره في اخر خاطره، واشوفكم ان شاء الله باذن الله بعد رمضان في خواطر برضو اخرى منتظمه، بس هقول لكم عليها بعد رمضان. كل سنه وانتم طيبين، تصبحوا على خير، السلام عليكم. الله.